1100 كيلو متر مربع هي المساحة التي سيطر الجيش الحر عليها في أقل من شهر ضمن عملية درع الفرات الهادفة لتطهير الشريط الحدودي من تنظيم الدولة ووحدات الحماية الكردية على حد سواء بدعم وتغطية من الجيش التركي. المساحة التي تبدو كبيرة نسبيا يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنها قد تصل لخمسة آلاف كيلومتر مربع لتشمل مدينتي الباب ومنبج بريف حلب. وفيما يواصل تنظيم الدولة شن هجمات معاكسة تشير الخارطة العسكرية بالعموم إلى تقدم للجيش الحر في الغرب والجنوب من بلدة الراعي المدخل الأساس لمدينة الباب أحد أكبر معاقل التنظيم غرب نهر الفرات. إلا أن الحديث عن الفرات بشقيه الغربي والشرقي كشف عن خلافات تتعدى التنسيق العسكري بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، فإدارة الرئيس باراك أوباما وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز تدرس خطة عسكرية للقيام بشكل مباشر بتسليح وحدات الحماية الكردية في سوريا تحت مسمى محاربة تنظيم الدولة. وتضيف الصحيفة أن أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي ناقشوا الخطة، فيما أعطى أوباما توجيهات لشن هجوم محتمل على معقل التنظيم في مدينة الرقة بهدف تحقيق نصر إعلامي قبيل انتهاء ولايته. هذه التصريحات ردت عليها تركيا سريعا عبر استبعاد أي عمل عسكري مشترك مع واشنطن ضد تنظيم الدولة في الرقة إذا ما شاركت بها أذرع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المصنف كمنظمة إرهابية تركيا والمتهم بارتكاب مجازر وتنفيذ عمليات تطهير عرقي بحق العرب شمال سوريا. ويقول إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستواصل دعم الجيش الحر ضمن عملية درع الفرات بهدف الوصول إلى مدينة الباب، إلا أنه من غير الوارد المشاركة بعملية تشارك فيها وحدات الحماية الكردية. تصريحات كالين تأتي بعد أسبوعين من تأكيد الرئيس التركي قبول اقتراح واشنطن حول عملية مشتركة للسيطرة على الرقة، وما أعقب ذلك من تعزيزات للجيش التركي على مدخل مدينة تل أبيض الواقعة تحت سيطرة الوحدات بريف الرقة الشمالي. تل أبيض التي يبدو أنها أججت أو كشفت عن حجم الخلاف التركي الأمريكي، لسيما أنه توج برفع أعلام أمريكية على عدة مبان قبل إزالة معظمها واقتصارها على مبنى الجمارك.